حاجه بقى استاذ عبد الجواد، كان في بعض مواقع التواصل نشرت ان في مطالبات للزوجات ان هي من حقها ان هي تروح تقدم بقسيمه الجواز والبطاقه، ان هي تحصل رسميا من احدى الجهات على محادثات الازواج على الماسنجر. يعني هي تاخد قسيمه الجواز وتروح تقول ان هي عايزه تاخد الشات اللي موجود على الماسنجر. طبعا الموضوع حصل عليه رغي كتير جدا على الفيسبوك، وناس قعدت تقول ده حصل، في ناس تقول ما حصلش، احنا شايفين اهو كده. وده يعني زي ما حضرتك طبعا شايف قدامنا الناس دي بتتكلم على سبيل الكوميديا، هو ده طبعا ما حصلش. بس في ناس تقول لك لا في خصوصيه، وفي ناس تقول لا طب ما انا يعني لو شك في جوزها، ولو ان يعني هي لو شك في جوزها، خليني اقول لك رايي انا يعني، ان هو مش حي يعني مش هيبقى على الماسنجر خالص، اخر حاجه ممكن يفكر فيها الماسنجر على بقى. حسب أدائه يعني، على حسب هو. مش عارفه حضرتك رايك ايه، هل ده مراعاه للخصوصيه بص ولا حضرتك، مفيش، قصدي في مراعاه للخصوصيه؟ الشركات بتاعت خلينا انا بكلم على الشركات العالميه في الحقيقه، او المصنعه للتكنولوجيا المبتكره للتكنولوجيا، الخصوصيه هي الف ب في الارباح بتاعتها. يعني لو انا هذا التليفون عارف ان هو مش امن عمري ما هشتريه، لو هو هيخرب بيتي عمري ما هشتريه. الفكره نفسها لو اي حد قعد فكر فيها مش منطقي، ده حضرتك بتروحي تغيري الشريحه بتاعت اخوكي ومعاك البطاقه، بيقول لك ما لازم يجي. يرضاش. انا في تقديري ان ده بيضرب المصداقيه، لكن حاجات كتيره جدا في الحقيقه، زي صوره الولد العراقي اللي احنا حاطينه وكاتب ماسك الشوز بتاعه المتقطع وبيقول والله انا نجحت، والناس اللي ما معهاش اللي معاها فلوس ما نجحتش، وانا طالع الاول وما فيش غير اختي فباركولي. واحنا عمالين نشير القصه على اعتبار انها حصلت هنا، ونشير صور ستات من العراق ومن الاحداث الاخرى على اعتبار انها حصلت هنا. وانا اسف ان انا اقول المواطن ممكن يقع في ده، بس انا للاسف بلاقي نجوم في هذا الوطن ورموز في الاعلام لا يقوموا بفضيله التحقق. اتحقق انما ما اقعدش اشير بقى شوف مصر مش لاقيه. لا الفكره هنا اللي حضرتك بتقوليها خطيره، بس الواقع بيقول ايه بقى؟ انه في بعض السيدات اللطاف بيستعينوا بمخبرين بشكل شخصي، مش مخبر في الحكومه، لا هي بتجيب حد، وده دي قصه بقت مشهوره. ده كتير جدا من السيدات وبيتتبع وبيصور وبيروح، ويمكن ده الاعمال الدراميه في الحقيقه تناولته بشكل او باخر، يمكن كمان مع الموبايلات ومع السيلفي ومع البتاع بقت القصه كده. يمكن كمان في لو احنا فاكرين ايام حادث اركيديا كان في قصه لطيفه جدا، انه بعض علية القوم يعني كان بيجيب حارسه شخصيه اللي هي كوافيره، يعني كانت لازم تبقى كوافيره مثلا فتبقى مع زوجته، لكن هي بتبقى عينه. يعني فكره المراقبه عموما يعني لدى المراه المصريه في الحقيقه هي فكره تاريخيه، انا في تقديري انها من ايام الفراعنه. لكن الفراعنه طبعا يعني لا من ايام الفراعنه ما كانتش محتاجه تراقب ولا حاجه، كانوا بيفكروا في حاجات تانية خالص. لا كانت قويه يعني. ايوه كانت قويه، ما هي عشان قويه مش محتاجه ان هي تراقب وتضيع وقتها في لا المراقبه. لا بالعكس، ده القويه دي يعني لازم بقى تعمل هنتخانق كده هنتخانق. الفكره هنا انه بدءا من تفتيش البناطيل، من تفتيش المحفظه، تفتيش الموبايل، يعني لو حد مش حاطط باسورد، يعني نادرا لما تلاقي اسر مثلا كل حد بيرد على. انا اعرف سيدات احيانا ولا ورجال، يعني في ناس اللي عنده فكرة المراقبة دي ان هو ساعات بيستعين بهاكرز علشان يعمل هاكينج على اكاونت زوجته او العكس، فدي او يعمل حساب مضروب ويدخل لها وهي يعني ويقعد. انا في تقديري بقى ان القصة ابسط من كده. يعني الجواز بالتحديد يعني اذا هدم حائط الثقة لازم يتطلقوا. يعني فكره ان انا اول نقطه هي اتفق معاك من ساعه ما اتكلمنا في الموضوع. لا انا اتفق معاكي على طول. لا اول نقطه اتفق، لا من ساعه ما اتكلمنا في الموضوع بقيت على خصوصيه. لا برضه اتفق معاك ماشي. فالفكره هنا لانه كمان احنا عندنا ازمه كبيره جدا في هذا الوطن. الثقه هي احترام للنفس بس احنا عندنا ازمه في قصه الجواز نفسها. احنا في الحقيقه يعني معظم دول العالم المتقدمه تحديدا كمان بتعتبر ان الزواج هو وسيله جيده لمواصله الحياه ونجاح جميع اطرافه في العمل، مش عشان لكن احسن شكلي الاجتماعي احنا هنا او في شكلي المادي او وضعي المادي. هنا في الحقيقه يعني مش عايز اقول كل الناس، بس في الحقيقه احنا بنعتبر يعني عدد كبير من الاسر بيعتبر ان الزواج هو مشروع حياه. البنت اول ما توصل 9 سنين نبتدي نشتري المفارش، نبتدي نشتري الاطقم، وتلاقي البيت مكدس، واول ما العروسه تتجوز تلاقي البيت فضي كده يعني من كتر الحاجات اللي موجوده. وما بنجيبش حاجات على قدنا، يعني ممكن تلاقي 30 مفرش. يعني في قصه لطيفه جدا كده من الناس اللي هم بياخدوا الزكاه،
راجل يعني ادى فلوس لحد وبعدين اكتشف ان هو ما قال له والله اصل انا مزنوق وبنتي بتتجوز وبتاع، وبعدين راح الفرح اكتشف انه، وده للاسف في بعض القرى عايز اقول لحضرتك الفقيره، اكتشف انه العاده بقى بقت اللي هو العرف انه تلاجتين بوتاجازين فرن للعيش وهكذا ثلاث شهور ومحكمه الاسره. يعني انا مثلا اروح اضيف بقى التلاجتين والبوتاجازين وكل على الكلام ده. على المستوى الشخصي بيزعجني جدا مثلا موضوع النيش، ومش شايف انه له ارتباط، بس الفكره ان احنا اللي يعرف اعمل لكم مسابقه على سهل اللي يعرف ايه لازمه النيش ده والنبي يبعت لي الله يخليك والنبي يقول لنا. فالقصص ابسط من كده يعني. ما نشوف يعني امريكا فرنسا بتاع ده هو خاتم وبتاع، وطالما الحياه لطيفه والناس بتنجح، وانا عايز اقول ان في رموز في هذا الوطن نجوم في الحقيقه كبار جدا اتجوزوا في اوضه وصاله، اتجوزوا بلا ترتيب كبير جدا، لكن لا الموضوع ملوش علاقه بالظبط صحيح بالماده، هو له علاقه شوفي بنتفق اهو في حاجات كتيره الحمد لله باحترام قدسيه هذه العلاقه، وانها بتكمل المشوار ان انا لازم انجح في الحياه. النجاح في الجواز ده قصه، ونجاحي في تربيه اولادي ان اولادي يطلعوا كويسين، وكويسين هنا مش انه يبقى دكتور، لا انه يبقى محترم قبل ما يبقى دكتور، وانه يبقى مفيد للمجتمع، وانه يبقى هو فاهم ان هو بيدي الناس، ان هو يعطف على الناس، ان هو يساعد في بناء هذا المجتمع. اتربى ازاي؟ صحيح. وانا عايز اقول مثلا يعني الستات في الصعيد حتى هذه اللحظة بيربوا أولادهم أن نظافة الشارع اللي هم ساكنين فيه هو جزء من العمل الداخلي في البيت، فتلاقي الناس يوم الجمعة طالعة بتكنس الشوارع كبير وصغير، يعني هي فكرة القيم. لكن فكرة المراقبة برضو عشان أرجع ليها تاني، البحث أو بداية الخيط دايما بينتهي بكارثة حتى أخطر من الطلاق، فدي إرادة. يعني أنا لما ببتدي أفتش ورا حد حتى لو صاحبي بالمناسبة ياخده على عيبه يسيبه. احترم خصوصية الآخر. صحيح. لو سمحت، ونحترم بعض علشان ونحترم نفسنا عشان نقدر. بس برضو بنقول للرجالة اطمنوا، الستات ما تقدرش اطمنوا تاخد الموبايل وتروح لشركة الاتصالات وتجيب الشيت بتاع بس هي لو عايزة تراقب هتراقب، ما تطمنوش قوي يعني، عشان لو عايزة تراقب برضو في الآخر هتراقب. هي بتراقب صاحبتها لأنه دي معظم الحاجات بتبقى من يعني من أهل الثقة. يا ستار. طيب عموما دي يعني كانت اخر نقطه حبينا ان احنا نتكلم فيها، وانا كنت عارفه ان حضرتك هتتحيز طبعا لسيدات الصعيد اللي انا هتحيز لهم. لا 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 الريف لا بالعكس، انا عارف كويس قوي ان المراه المنوفيه رقم واحد. يعني الستات في المنوفيه دول يعني يتعمل عنهم كتب كده، تجيد الدعم، تنكر الذات، لو انت اديتيها 100 جنيه تظبط بيها الاداء. يعني والعلم. الستات في مصر كلها الحقيقه يعني ليهم افضال كتير عظام والله، والرجاله هم اللي وحشين. لا ما قلتش رجاله وحشين، انت بتكمل عشان توقعني في الغلط بس ماشي. انا الحقيقه سعدت بلقاء حضرتك النهارده جدا، الكاتب الصحفي استاذ عبد الجواد ابو كلب، دايما منور برنامج نهايه الاسبوع. وبشكرك طبعا مره اخرى. مشاهدينا انتهت فقرتنا الصحفيه الاسبوعيه، انتظرونا بعد هذا الفاصل والمزيد من الفقرات ونهايه الاسبوع.